أجرى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اتصالات هاتفية أمس الأربعاء واليوم الخميس مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن هذه الاتصالات تأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها دولة الكويت لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى جهودها في دعم المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتنسيق حيال الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الأصعدة، بما يضمن سلامة الأشقاء في فلسطين وحقن دمائهم وحفظ حقوقهم المشروعة. وأكدت الوزارة استمرار هذه المساعي والاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف.